أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عزم الحكومة فض التشابكات المالية بين صندوق التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي تطبيقا لأحكام الدستور. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده إسماعيل اليوم لبحث الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات في حضور وزراء التخطيط والتضامن المالية. ووجه إسماعيل بضرورة الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد. هذا وناقش الاجتماع الخطة الزمنية المحددة لسداد مديونية هيئة التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. وقع وزراء تجارة اتفاقية أغادير التي تضم كل من مصر وتونس والمغرب والأردن على اتفاقات للتعاون المشترك في مجالات مكافحة الإغراق والدعم والمنافسة وتسوية النزاعات وحماية الملكية الصناعية. وخلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء تجارة دول أغادير، كشف وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل عن موافقة وزراء تجارة الاتفاقية على انضمام كل من لبنان وفلسطين إلى الاتفاقية. يكسب اجتماعنا هذا أهمية خاصة نظرا لمرور 6 سنوات على آخر اجتماع للجنة وزراء التجارة والذي عقد بالرباط في 2010، الأمر الذي يستدعي بحث العديد من الموضوعات التي طرأت على مسار أغادير خلال الفترة الماضية، كما يأتي اجتماعنا أيضا عقب مرور 9 سنوات على بداية تنفيذ اتفاقية أغادير والتي انطلقت في عام 2007 وشهدت تأسيس الوحدة الفنية بعمان، مما تطلب الوقوف على مدى التقدم المنجز وتقييم النتائج وسعيا لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة المرجوة من الاتفاقية. أوصت اللجنة التنسيقية لتنمية محافظة شمال سيناء بتشجيع المستثمرين لزيادة حجم الاستثمارات في المحافظة واستثمار كافة الإمكانات والطاقات المتاحة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة التنسيقية لعرض الخطة الاستراتيجية لتنمية المحافظة، حيث شددت اللجنة على إنشاء تجمعات سكنية بمناطق وسط شمال سيناء بها جميع المرافق الأساسية وتسهيل إجراءات الإقراض للشباب والمشروعات الصغيرة من مؤسسات الإقراض ومنها صندوق تحيا مصر. هي اللجنة اللي موجودة هنا دي هي لجنة مختصة بمحافظة شمال سيناء، وإحنا صناع الحياة متطفلين على أهل سيناء بقالنا حوالي أكتر من 2 سنة. النهاردة موجودين معاهم في كافة المراكز وكافة القرى بتاعت محافظة شمال سيناء وبنمارس أعمال تنموية مختلفة هناك متنوعة، وإحنا كنا أصحاب فكرة تشكيل لجنة تنسيقية تجمع ما بين جمعيات التابعة للتضامن الاجتماعي في سيناء والتنفيذيين ممثلين الوزارات المختلفة داخل محافظة شمال سيناء. هي كانت عبارة عن ورشة عمل لإدارة الأزمات خاصة في منطقة شمال سيناء نتيجة لمتغيرين 2 الأحداث التي نراها الآن والسيول. ويعني أنا بتوجه بتحية شكر إلى جمعية صناع الحياة اللي عملنا معاها اللجنة التنسيقية بالاشتراك مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية لعمل منظومة من كوكبة من قيادات العمل الاجتماعي بشمال سيناء لعمل لجنة تنسيقية اللي احنا من خلالها هيكون مستهدف أي عمل سواء اجتماعي أو عمل تنموي أو عمل تطوير في أي أنظمة. ومشاهدينا، خبر عاجل ورد إلينا الآن. الرئيس الموريتاني يصل إلى الإسماعيلية ليتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية هناك وأيضا يلتقي بعض من القيادات التنفيذية بالمحافظة. أفاد مراسل النهار اليوم بتكدس مئات الشاحنات أمام ميناء سفاجة بسبب استمرار إضراب مستخلصي الجمارك وأصحاب الشركات عن العمل، وذلك اعتراضا على سياسة الإدارة وزيادة التعريفة الجمركية. ويضرب المستخلصون وأصحاب شركات الشحن عن العمل بالميناء لليوم 8 على التوالي، ويطالب المحتجون بوضع نظام عام للعمل بالميناء والالتزام بتقدير القيمة الجمركية للأصناف غير المذكورة في القائمة الاسترشادية. ومشاهدينا، ختام هذه الجولة وإلى العناوين. السيسي يمنح الرئيس الموريتاني قلادة النيل ويشهدان التوقيع على اتفاقيات ثنائية.
ليبيا بين معارك سياسية تخوضها حكومة الوفاق ومعارك عسكرية ضد داعش. وأيام وتنطلق المرحلة الثانية من تحرير محافظة نينوى العراقية من داعش. مشاهدينا، ختام هذه الجولة، أشكر لكم طيب المتابعة.